السلام عليكم حبيباتي، فلوغ مدينة الصويرة. كي كيقولوا مدينة الصويرة مقادور، فريمون الصويرة مونامور. المرصة ديالها، جمالية المدينة القديمة، نواحي ديال الصويرة. شكرا لهشام الغمامي، شكرا للمعلم حسام اللي مشينا وحنا كنتقنواو معاه، ولد المعلم الكبير في التقناوي الصويري، المعلم المرحوم كينيا الله يرحمه. عارفه من الصويره تيكون فيها البرد الريح، البرد الريح تيكون فيها الشرقي. نتوما معايا مرافقين، صافي هادشي اللي بقى في الصقاله كلشي سد في هاد الجائحه. عساك الله يكون ليهم في العون، الصراحه الله يكون في العون، هادشي كلشي سد اللي بقى، المقازات اللي بقى محلين. هما الصراحة عندهم صناعة تقليدية، صناعة رائعة زوينة. حبيباتي سقالة في هاد الجائحة والله تحرمنا منها، سدوها سقالة، هي شيء عظيم شيء رائع. الصويرة والله كتحمق، تعجبني أنا بزاف، خسارة مسدودة يعني. بقاو غير هاد المقازات اللي تحت، هادو هما اللي بقاو هاد المقازات، ما هي مسدودة هانتوما فهاد الجائحة كلها مسدودة. بقاو غير هاد المقازات، هادشي اللي بقاو. الصويرة معروفة بهادشي تلعرعار، هادشي تلعرعار في الصويرة معروف، معروف هادشي ديال الخشب، معروف هادشي تلعرعار. شحال كناخد خديت عبد الرحمن هذا فكيرين، هو ديما كناخدو بيه شي زوين ديال الطين. يا دي حبيبتي سقالة، عرفتي راه غزالة فنة فنة، ولكن في هاد الجائحة والله سد الفوق يعني. بقاو هاد المقازات لتحت، يبغى يشري شي حاجة، يبغى شي تقليدي، هادشي مازال. هاد البلاصة هادي خاصة بهادشي ديال الطين، اللوينات، الزواق، شي غزال. كي كنقولكم توجور والله فغيمون الصويرة، اجي وزوروها. حنا راه كنجيو ليها ديما، كنجيو دائما ليها في فيستيفال وفي الصيف وقيت البحر في اي وقيته. ودابا جيت ليها ندير لكم هاد الفلوغ. اللي تبغي الحويجات، تبغي هادشي د لارتيزانا اكسترا اوردينير، غير شي حاجة زوينة هائلة رائعة والله حبيباتي. وداكشي بيو لي كخيم ديال الوجه، هادشي الصيكان واللبس ديالنا تقليدي رائع هائل في الصويرة. هاد اللبسة شحال غزالة كتحمق، قيلة غناخدها، عجباتني بزاف. هادشي كل هو تقليدي وبلدي. هاد الصيكان تاهما عجبوني، غناخد شي صاك هذا عجبني، هذا وقيلة غناخدها في السويك هاد بوشيري. غزال هادشي غزال غزال. راكو عارفين الجلد تاهو كيبقى من الصناعة التقليدية القديمة معروفة في المغرب، شي حاجة هائلة رائعة. عندو داكشي واعر ديال الجلد، البوفات، السيكان، أي حاجة هي الجلد حبيباتي، واعر واعر واعر. هذا في طلعة ديال سقالة، في طلعة ديال سقالة هاد السيد كاين هانتوما. انت السيكان كاين شي ديكورات واعرين، جميع أنواع السيكان ديال لي ساكادو. عرعر معروف، هاديك طلعة ديال سقالة اللي بغا يجي، داكشي ديال العرعر الخشب واعر واعر هائل رائع والله حبيبتي. كيحمق
كيحمق كيحمق كيحمق. كريب مالحين حلوين جميع انواع ديال الشوكولا. شكرا. وي فوالا البنات لي كريب اللي قلت لكم هنا في الصويره، اصلا عندهم لي كريب هائلين واعرين كيديروهم زوينين. هذا بجومبون، هذا بفويساك، هذا بمارس ونوتيلا، ولو فريز ديالي انا بالبنان ولو فريز ونوتيلا. خدينا معاهم لي جي البنات، خديت جي ديال الفريز. هنا عندهم ناتشورال فريش ماشي كونجلي. الليمون، كافي كريم، كابوتشينو ولا كافي كريم، كافي كراميل. هادي على هاد الجو الرائع هنا فين كتكون لاسين، هنا فين كيكونوا قناوة فيستيفال قناوة. حنا غاديين دابا للمرسى، غنمشي واحد البلاصة زوينة خارج الصويرة تكتشفوها معايا. مرحبا بكم معايا في هذا الفلوغ في قناة جليلة أم زولة. فو صغيرة 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 وتساراها في ربع ساعة، ولكن مدينة حلوة وزوينة وهائلة رائعة غزالة غزالة والله. أجي وتكتشفوا الجمالية ديالها، فنة كتحمق. النقرة فيها رائعة، العود العرعار، خشب زرابي، كل ما هو صناعة تقليدية هائلة رائعة تعجبني أنا بزاف 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 بزاف. حنا غادي دابا للمرسى، الكافي هنايا زوينين الصراحة هائلين. تي شوفوا الجمالية، الدنيا خاوية. شو المرصى حجر عبد الرحمن تيطلع للبحر. حنا دخلنا 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 المرصى، هبطت لهنا باش نقربكم مزيان. شوف هذا المنظر ديال الفلايك الرائع، الجمالية ديال المرصى ديال الصغيرة مع الجائحة مساكن. راه الفلايك ما خارجينش بزاف قليل، جائحة الصراحة على العالم ماشي على الصويرة. الحمد لله مزال المرسى عندهم فن، الحوت عندهم موجود. عفينكم أولاد المرسى، سيدي موسى وبيني بالا. الله يا بالا الله يا بالا الله يا بالا، نتوما العوامة. إيه كوبيني بالا لايا، كوبيني بالا لايا، عندي والي الله يا بالا، شوما العوامة الله يا بالا. إيه كوبيني بالا، عندهم المرصى فنة الصراحة، واعرة واعرة واعرة. الله شحال كرتاح لهاد المواج، هاد صوت البحر، هاد اللون ديال البحر الزرق، هاد اللون الفلايك، هاد الجو الرائع، هاد الرونق، جمالية ديال الصويرة، جمالية ديال المغرب، جمالية بلادي. موجود في الصويرة هانتوما، كان موجود هنا في المرسى دابا. يلا هذا الروج يشربوا، هذا الراسكاس الرجاو، هذا هو الرجاو. هذا شنو؟ هذا نوع من الرجاو، هذا نوع من الراسكاس. راسكاس نقول سميرة راسكاس بصيلة. تبارك الله، هذا كيكون موجود الخير عندكم هنايا في الصويرة. الله تبارك الله، موجود الخير البنات، موجود الخير. الحوت عندهم بزاف المرصى، المرصى سيرتو الكروفيت عندهم بزاف.
الحمد لله المغرب ديالنا رائع، سيرتو في الصويره عندهم جميع انواع الحوت ما شاء الله، وكيرقد هذا الشيء انا غناخذ عنده. نتوما عارفين اللي كنحماق على بوزرو كناخذو من عنده. هذا شنو هو؟ هذا لي بالو، لي بالو الميعة. هذا قلتي لي هذا شابو شينوا، شابو شينوا. هذا قنفود البحر، قنفود البحر. هذا شابو شينوا، نعم كل شيء هادشي كيتكال. هادو لي كلامس، لي كلامس. هذا خلاص بوزروك حي. هذا لنشوبه ياك مرقده كيرقد في الحامض وزيت بلديه. البنات تبارك الله ما شاء الله هادشي عنده واعر. وهادو هادشي ديال البحر، ديكوراسيون كوكياج البحر. هذا كنقول ليه السلطعون ياك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الخير في المغرب، الخير في بلادنا، الخير في الصويره، وكل خير. فواكه البحر، جميع انواع ديال الحوت اللي بغيتي. ها هما لي زويت خاما حيين، رائعين واعرين واعرين. حنا جينا فهاد الصباح ما شاء الله خويا ما شاء الله الخير. حبيباتي كيصاوبوا لي صالاد ماروكان خطيره رائعه، غزاله مطيشه وبصيله، مطيشه وبصيله، سيتو قزيفر ومعدنوس، زويته بلديه مليحه وحليب، رائعه رائعه. الله يعطيه الصحه. هو الغدا ديالنا وجد ما شاء الله على الشاف، دار كروفيت. باش درتيه؟ زعتره سوقي، زعتره، زعتره، ثوما، ورقه سيدنا موسى، سيدنا موسى، زويته بلديه. والميرنا تا هي مشويه، يعني غذاء صحي، غذاء صحي. شوري ميله فيها شويه ديال سكريس ديال الحوت، ثوما، زعتره، ربيع، وشويه ديال الهنوس، زويته بلديه. ما شاء الله عليهم على شلاضه لا يعلى عليها البنات، واعره. كروفيت راه قال لكم الطريقه. هذا شنو هذا؟ شنو تقول لا هذا نوع تركيا سيبيا، يعني بحال الكلامه. ثوما، زيت العود، ورقه سيدي موسى، تبارك الله عليه، تبارك الله عليه بصراحه ما شاء الله عليه. هذه الميرنا عاود اختي القلي طلع لنا في راسنا والله. شكرا الشاف اللي بغى يجي الصويره يجي عند عدو. عندي نمرو التليفون في ليكم، يبغى شي حاجه يعيط مرحبا بيه. اي طاجين بغيتي، اي حاجه خضراء اللي بغيتي كيطيبوه، اي حاجه هي بلديه مشويه. لي صالاد ما شاء الله عليهم والله البنات، تبارك الله وصل عندي عليهم. طاجين ها هو هذا بطاطا والديجون، هذا طاجين تلحوت سنور، سنور عليك الفرخ، تبارك الله عليك بطاطا والديجون الحارة، تبارك الله عليك. عندهم داك الشيء زوين بصراحة. مزيان لا البنات ها طبيلتنا، ها هو داك اللي خديتوه، هذه كنحماق عليه بزروق مرقد. اتاي ديالنا كروفيت، سلاط، سنور، سنور ياك ها الكرامة نوع. شكرا هشام الغمامي أغمام، شكرا لكم بزاف. تفضلوا هذه هي طبيلتنا غدانا اليوم، حوت متنوع شوي صوتي، مبغيناش القلي نهائيا. حنا غاديين في طريق اسفي على مدينة الصويرة، هشام تشرح لكم غاديين هاد البلاصة. هشام ديال ديال الأعشاب، شنو هادي هاد البلاصة هشام؟ الاسم ديالها العريش، العريش. شنو هي؟ الاسم ديال المنطقة سميتها العريش. العرايش سميت المنطقة في النواحي ديال الصويرة على طريق اسفي، على طريق اسفي.
بلاصه فيها النحل، طريق الصويره العرايش بوسندار. الجو رائع غزال، هنا دايرين طربيه النحل، منظر رائع حبيباتي. نمشي نشوفو الاعشاب، نقطفو الاعشاب. اي فوالا زولا، غاديين منطقه رائعه، كتمشي ساعه على رجلك كالك. والله الشجر ولكن ما نقدرش نهبط حتى تما، خاصنا ساعه ساعه نهبطو وكتلاقى غطا مع البحر. شحال زوينه يا بلادي، كل مدينه عندها الجماليه ديالها الرونق ديالها. كنقولها لكم، نقول الشعر دائما في بلادي انا: لست تلقى كالمغرب غدا، لو اجتزت الارض طولا وعرضا. فريمون طولا وعرضا، كتبقى غادا 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 ساعة حتى كتلقاي الغابة وكتحديها مع البحر. بحال هاد الجو هذا فين غتلقاوه، فين هاد الطبيعة هادي الخلابة الرائعة. طبعا في المغرب، موروكو، فيف موروكو. مغاربة وانا فتاخر، مغاربة تا الموت. كدك جلسي وانا نمشي عليا وعلى اعدائي، يا نمشي كنا يا نجلسو كنا. عييت حبيباتي، ما قدرتش. منظر زوين رائع. عطاتني زولا وريضة. مرحبا بكم معايا في هذا الفلوغ، مرحبا بكم معايا في هذا الفلوغ هذا ديال مدينة الصاويرة وخارج ديالها. المدينة الرائعة الغزالة اللي كنجيو ليها في الصيف أولا في الفيستيفال، جيت لها في هذه الوقيتة هذه شعبان. منظر رائع زوين، هاد البلاصة فنة فنة. اللي جاي يجي ليها، واللي جا أصلا يجي عند هشام أغمام، هشام الغمامي، كيقوم بالواجب. والله شخص طيب خلوق ظريف، اللي بغيتي حضرها البلاصة اللي بغيتي يديك ليها، الله يجازيه بالخير بصراحة. طالعين 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 شاريين السفلى، سخفت باش نصور لكم المناظر الرائعة. راجعين للصويرة، راجعين في حالاتنا. جو رائع غزال اصلا الحمد لله، اصلا ملي جينا الحمد لله الجو غزال، ما صبات لا الشتا لا الحرارة بحال تكون الصيف. بغا نقرا في الصويرة، الصويرة عندهم داكشي تنقرا واعر 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 واعر. داكشي ديال نقرا فن ديال لي براسلي، داكشي زوين بزاف. بحال الشكل ديال الذهب الابيض، داكشي واعر واعر حبيباتي. البنات اللي بغا الكريم يجي عند هشام، والله هائل رائع. نلقى الصويرة داكشي غزال فن زوين، كراب مالحين وديال الديزير وديال اللي بغيتو البنات. والله انا من النهار اللي جيت الصويرة وانا كنجي عنده بابا يبدا يعمرهم. ما شاء الله على هشام اللي جا الصويرة، يجي عندو عندو لي كخيب صالي، لي كخيب سكري، الديزير، شي حاجة روعة خطيرة زوينة. النهار اللي عرفت أنا وأنا كنجي عندو ما بدلتوش، ولكن داكشي واعر زوين زوين الله يعطيه الصحة. شكرا يا هشام. ها كيفاش كيجيو، كبار 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 بزاف. واخ شكرا. هذيك ويكاياكي ديال الجابون، أكلة رائعة هي في الصويرة، كيصاوبها واحد السيد غزالة معروف حدا هشام. والكريب اللي جا يجين عندو، كاين واحد في الصويرة كاملة ياك انت اللي كاين كيصاوب هادي، الله يعطيه الصحة. وكيدير فيها واحد لاصوص بحال شكل لاصوص الصوجة، لكن واعر 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 البنات. أنكور صويرة مقادور مون أمور.
شوف على مرة شي هشام أغمام هنا فين كنجي كتشوفوني، جيت كنت قنوة، منظر زوين تقليدي رائع، جو زوين. صويرة ملي تجي الصويرة ما تسمعش الموسيقى القناوية اللي صار رائعة هنا زوينة وشي هي تكون فيها هشام غمامي أغمام حاجة تقليدية تلقاوها هنايا بلاصه زوينه بزاف عند هشام اغمام هشام الغمامي مع حسام دينيا واحد من اولاد العمالقه ديال الفن القناوي تقناويت ما شاء الله عليه اللي خدا هذا الفن من ورثو من عند الوالد ديالو مرحبا بكم معايا في هذا الفلوق ديال الصويره وهذا الشيء جا الحمد لله صدفة قالك صدفة خير من ألف ميعاد نبغي نقول لكم بأنني هاد القناوي الله يرحمه ويوسع عليه كان حماق عليه الفنان ديالنا الكبير في التقناويت اللي عطى التقناويت يعني كل مقاييس والمعايير ديالها في الفن تبارك الله وصلى عن بي عليه الله يرحمه ويوسع عليه اللي عطانا واحد من الفنانة الكبار اللي ورثوا على الآباء والأجداد ديالهم هذا الفن هذا تقناويت معنا حسام دينيا غيدوز معايا في هذا الفلوق إن شاء الله وكنشكره بزاف من قلب قلبي القلب الطيب تبارك الله الأخلاق العالية يعني أي حاجة ورثها على الأجداد والآباء دياله ما شاء الله عليه ولا قلت لكم كنت حمق انني يعني نتلاقى به في يوم الايام ونسمع التقناوي ديالو فعلا سمعتها وحمقني هادشي وعجبني بزاف ما شاء الله عليه تصنت ليه البارح واليوم عاوتاني الحمد لله الله يرفع علينا هذا الوباء هذا البلاء يا رب العالمين ورجعوا كما كنا ورجع الفيستيفال ديالنا وترجع الصويره مونامور الصويره موغادور ترجع لينا بكل فن ديالها بكل الحمد لله تحرمنا ولكن شاءت اقدر انني جيت شهر 3 اللي هو شعبان عواشركم مبروكه حبيباتي ونخليكم مع
وسام بينيا. فكرة على الدار اللي كنا فيها هي هادي، هادي الدار اللي كنا فيها، زوينة بزاف صراحة. دير تعلقي حوايجك، باش ترجم كل موية نفوها هنا بلاكا فين ديري حوايجك، هنا فين كاين الغطا، هدا الدوش وطواليت كل بيت فيه تعلقي حوايجك، كل بيت فيه الدوش. كلها قلت لكم فوها كوزينة صغيرة كاينة في هاد هنايا السيجور، كلها مفوها. صالون هذا بيت الناس آخر، فيها جوج بيوتات الناس، جوج بيوتات الناس وجوج ديال الحمامات. هنايا فيها بلاكار فين ديري الحوايج، فين كاين الغطا، صويرة زوينة. صويرة صويرة منى مغ، صويرة موكادو. ابوني بارطاجي ياك لايك جرس، جيكم دائما جديد ديال قناة جليلة ام زولا.
باي باي سويغا سويغا موغادور سويغا مون امور لا بروشان ان شاء الله وما شاء الله تبارك الله كل تيقدوها لي زوتيل والارض وكل شيء يعني ملي غتجيو هاد المره غتلقاوها واعره الى الله يجمعنا في فيستيفال ويجمعنا في ساعه الخير والربح ودعي لينا هاد الوباء البلاء يا رب العالمين وتكون امورنا كلها زوينه والله ما سخيت حبيبتي والله كنت غنطلع لمراكش ولكن كملت انا لي جوغ ديالي دازت هائله واعره الحمد لله.